بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل شرح الشابتر الثاني بلوك دياجرام ريدكشن تكنيك اند سيجنال فلو جراف من مقرر التحكم الآلي، ونواصل في البلوك دياجرامز. اولا او هنا في هذه السلايد او هذه الشريحه سنتكلم اولا على الترانسفورميشن كومباريتور سامينج بوينت. اذا عندي سامينج بوينت او يعني نقطه تجمع، يعني عندي اشاره R1 and another signal R2، الR1 تدخل بإشارة بلاس والR2 بإشارة السالب. هذه الإشارة السالبة يمكن أن نختصرها أو أن نعطيها في 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 بلوك في بلوك سيستم أو في بلوك في وان بلوك وقيمته تساوي ماينس 1، والإشارات هنا تصبح بلاس أند بلاس. هذا ترانسفورمينج كومباريتور سامينج بوينت. ثانيا موفينج سامينج بوينت افتر بلوك، يعني هنا عندي summing point. We want to transfer this summing point after a block. يعني عندي هنا البلوك J، عندي summing point before the block. We want to remove or to transfer this summing point إلى ما بعد البلوك J of S. كيف يمكن الاختصار؟ الاختصار هو بهذا الشكل، يعني عندي R1 والR2 هنا تصبح R2 مضروبة في الجي. بكل بساطة لأنه هنا في الوضعية الأولى عندي C الأوتبوت يساوي إيش؟ إذا اعتبرنا أنه هذه الإشارة مثلا أسميها A، يعني C تساوي A تايم G، A مضروب في الجي، والA في حد ذاته هي R1 بلس R2، يعني R1 بلس R2 مضروبة في الجي. لا بد أن يكون في البلوك المختصر نفسه الأوتبوت C، يعني هذه الفورمولا أو هذه الكويشن لابد أن تكون معنا في الاختصار، هذا الاختصار. فهنا السي إذا اعتبرنا هذا السي الأوتبوت إيش يساوي؟ يساوي هذه الإشارة وهذه الإشارة مثلا نسميها مثلا X وهذه الإشارة نسميها Y. طيب نقول أنه سي تساوي X بلس Y، والاكس هي ار 1 مضروب في الجي، ثم الواي تساوي ار 2 مضروبه في الجي، وبالتالي تساوي ار 1 بلس ار 2 الكلها مضروبه في الجي، وبالتالي هي نفس الاوت بوت. يعني هنا عندما نحول سامينج بوينت الى ما بعد البلوك لابد ان نضرب الاشاره الثانيه هذه ار 2، لابد ان تكون يعني مضروبه في البلوك نفسه جي. بعدها سنتكلم على moving branch point after block. هنا sorry it's not a branch point لأنه لازم نتكلم على summing point، يعني moving a summing point، moving a summing point after block، يعني بعد وما after يعني ahead، يعني قبل before، ممكن نقول before. يعني عندي summing point كانت بعد البلوك جي. We want to transfer this summing point before the block like this، يعني تصبح هنا عندي الجي وهذه summing point يصبح قبل الجي، وهنا الR1 مضروب في الجي، هي نفسها تكون الR1 مضروب في الجي. أما بالنسبة للR2 لابد أن نضربه في الواحد على في الواحد على في هذا البلوك. فبنفس الطريقة سنحاول أن نبين C of S أو الأوتبوت هنا. هذا الأوتبوت C of S يساوي هذه الإشارة مثلا هي A، نسميها A plus plus R2، A plus R2 تساوي إيش؟ تساوي والA هي إيش؟ هي R1، R1 ضرب الG plus R2. هذا الأوتبوت من الناحية الأولى. من الناحية الثانية السي او اس تساوي، لو نسمي هذه الإشارة مثلا نسميها F، يعني السي تساوي F مضروب في الجي، والF في حد ذاتها إيش تساوي؟ تساوي R1 بلس هذه الإشارة، لأن الF هي إشارة الR1 زائد هذه الإشارة مثلا نسميها M، والM تساوي R2 مضروبة في واحد على جي، كلها مضروبة في الجي، تساوي R1 أفك الأقواس R1 جي زائد R2 واحد على J مضروب في الجي. اختصر بالجي تصبح او تبقى R1 J plus R2، R1 J plus R2، وهي نفس المعادلة او نفس الاوتبوت.
بعدين موفينج برانش بوينت افتر بلوك. برانش بوينت يعني هي نقطه قياس ميجرمنت بوينت، سميها برانش بوينت. يعني عندي نقطه قياس قبل قبل البلوك جي او اس، وي وونت تو ترانسفير ذس برانش بوينت افتر بلوك لايك ذس، تصبح البرانش بوينت بعد البلوك. هنا يعني الاشاره هذه لابد ان تكون مضروبه في واحد على جي. ونفس الشيء هنا بالنسبه للوضعيه الاولى، عندي الاوتبوت سي ايكوال تو بكل بساطه هو ار مضروب في الجي هنا، ونفس الشيء هنا السي او اس هو ار مضروب في الجي. ثانك يو.